مدينة الزيتوني، ولم يتحرك العالم اتجاه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها بحق الأهالي، وخاصة تغيير المعالم الأثرية والطبيعية والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري. ومجلس منبج العسكري وأهلنا وشعبنا ليس فقط في شمال وشرق سوريا بل كسوريين أجمع، أن أولوياتنا هي تحرير عفرين وتحرير كل شبر محتل من وطننا، هذا الوطن الذي ابتلي بالإرهاب وابتلي بالاحتلال وابتلي بالاستبداد. إذا نحن في حزب سوريا المستقبل بحكم موقعنا في الإدارة الذاتية نعاهد شعبنا وجماهيرنا أن نناضل بكل الوسائل السلمية المتاحة لتحرير بلادنا في مقدمتها مدينة عفرين، لأن مدينة عفرين هي قلب الإدارة الذاتية.